بيست خادير ما بقاش بتخلص كلام. وليت كنضل في البحر ما صاحبتي وطرا مشكل بنتي مع راجلها تخاصموا لي في البيت ومنظر قال لي خوي ليا ولا بوحدي تخاصموا لي في البيت ومنظر جرى لي سدى لي الباب صافي مسمى خرجت من داك البيت وليت كنضل في البحر تما نتي فين نمشي كاين واحد المرا كدير معايا مزيان كطيب بالنهار ناكل انا وياها وملي كنخرج بالليل مع داك المغرب من البحر كنخرج كنمشي لواحد البلاصة هدا تكوين كنعس قالت لي بنتي بغيتي تبركي معايا نطلق من الراجل بغيت جبني مكيبغيونيش وليت كنعس في الزنقة تساقت لي اختي الخبار جابتني تا واحد ما يشدني تا واحد ما يبغيني باه انا جيت تكوين ديك الساعة مضروبة في راسي كنا باركين رضانا طلعت من حي الحساني بوحدي الصباح وكان الحال سخون وديت معايا شوية الخضرة كتعدى 20 درهم والله غنطيبو الغدا بحال هكا ويجي تخاصم مع ديك المرا كي حشومها مرا كبر من أمك احترمها زلقتني واحد كانت حدايا واحد مسن زلقني فاش طحت هو يضربني ضربني من هنا بالعود ديال الطابله ديك الطابله دوك البيضين عندهم داك العود ديال المعوج ثقيل صافي تجي واحد الراجل ويدور فيه قال لي حشومه صافي تجيو البوليس جي مشيت انا كنجري جيت المول كنجري تم كلي بدم جاو البوليس عيطوا البوليس الاخرين صحاب المطر قال لي سير البراسيه ضربتي فيها ما تحركيش من تم قايت باركه تم جات لابيلانس جات نصوبي صافي وتقول لي البراويس صيفطوني لها 20 وش 20 وش جاو عليا قالوا واش عندك الرقم قلت لهم لا ما قبلوني بقيت كون كنت جاي تم بغاوي صافي وليت كان في السبيطار ديال الحومة تم ما قبلوني مع داك اللي ولا الفرم اللي كيقول لي سيري لا لا نسيت السبيطار حتى عندك ديال الناس لا باقي ما شافونيش بقيت يومين كنمشي كيبقس لي هادشي كيخرج صافي حتى الاخر الناس قالوا راه ختي صافي وجيت لدارنا وناسي ما باغينيش تم ديرو فيا مكناش ختي كامل وانا باركة طعمنا مكنشوفش الناس ربا كلهم خرجوا لي الدواء شراو لي الناس والطبيبة حبست عليا الدواء إلا تنبقاش ربي الدواء راه بحال كتكب الما في الرملة خاصك نعس في السبيطار شي ديال الناس هادي اللي في الصوت خاصني ندير شي ديال باقي مشدونيش الناس خرجوا لي الدواء كان هنا كيشدني بحال المن قنع باركة بحال كتيطلع النهار الضربة كدورني بزاف ديال هنا وأنا بحالي محروقة بغيت الناس محسنين أكيد بغيت ما يشوفوا فيا الحمد لله الدرية ختي مرضت بواحد المرض راه الراس ديالها وكله منفس طرا ليها كانت في سيد عبد الرحمن ضربها واحد الولد جات غتفك واحد السيدة ضربها وهي عندها السكر وما دايراش ليه الريجيم ملي ضربها وداك الشيء تلوثت ليها هذيك الضربة ومع السكر طالع تفرقع عليها داك الشيء تفرقع عليها ولا داير العيون وخارج وصافي هي هذيك داك النهار انا جايه حكي شي ما باركاش معايا في الدار كاريه بقات انا كنت نقلب عليها ونسول عليها وهي ما تجيش حتى داك النهار بانت ليا جايه وانا نقول للدريه واش هذيك مريم قالت لي اه قلت لها هو سيري جيبيها عيطت على بناتها وحده جات وحده ما بغاتش تجي وحده قالت لي انا ما نعرفهاش فين كاينه انا الا شفت عندي الراجل يطلقني ديتها السبيطار عيطت على البنت الاخرى جات مشينا دينا 20 غشت ضل لي نهار كامل وحنا تما ديناها جراو علينا قال لك هذه خاصه 3 سكانيرات 3 اللي خاصه كيدير 92,000 ريال المهم جات عندي هنايا عيطت على البنت ما بغاتش تجي عيطوا عليا خوتي قالوا لي غير صيفطيها لينا راه حنا غنشوفوا المحسنين قالت لي بنتها قالت لي عرف اش غديري انت صيفطيها ليهم انت تاتي كنتي مريضه وداك الشيء ما غتقديش وداك الشيء وما كاينش اللي غيعاونك فيها هنا من الاحسن صيفطيها ليهم اللي قال بحال هكا بقات عليا صافي قلت لها انت الشيء من اللي بغاوها يلاه وسيري ديها ملي داوها اختي ما داروا ليها حتى حاجه عا خلاوها باركه تما وشي حاجه ما كاينه هذاك الشيء كيتزاد وداك الشيء فرقع وداك الشيء كيتزاد صافي هذيك عاودت انا عيطت لاختي قلت لها عرفت اش غديري جيبيها ليا هنا
قلت لهم جيبوها لي هنايا. ملي جابوها اختي تاني اديناها تاني السبيطار. راه السيد يقول لك البارح ضلينا النهار كامل وحنا في السبيطار عارفين ما نمشي، وقبل ما يمشي معايا السيد مشينا قال لك هذه خاصها 3 سكانيرات ب 92000 ريال، وانا اختي الله اللي مطالع. راه اختي كون جيت نعاود لك ظروفي راه لي يرت عليها. انا كنت مريضه، انا لقيت على الناس والجيران هما اللي هزولي. ويا ديك جينا ما لقيناش اختي باش نخلصوا هذاك الشيء. دابا طالبين ليها دير لي ريم، ولي ريم ب 70000 ريال، وهي ما عندهاش الراميد. وانا اختي ملي جاتني اختي 70000 ريال راه الله اللي مطالع. انت كتشوفي دابا الحاله كي دايره انت. انا كنتاثر، انا ملي كنشوفها بحال هكا كنتاثر، وبالاخص ملي كندوي السبيطار ما تيديروا معنا حتى حاجه. عا كنمشيو كيجريو علينا، فين ما نمشيو يجريو علينا، فين ما نمشيو. هذه خاصها السكانيرات، كل غير كانوا بعدا يكرطوا لي هذاك الشيء ويباليو بها. عا كنمشيو يقول لك سير رديها. الطلب ديالي اختي من كنطلب من المحسنين ولا شي محسنين حتى في السبيطار الا هما كيشوفوا فينا، إلا مشينا للسبيطار اختي غيداويوها وكرطوا لي هذاك الشيء ويديروا لينا اختي هاد لي ريم. ما يخص هاد السيده مسكينه، هذه اختها جارتنا كتكون حدانا تماك في طماريس، وكانت هي السبب ان سقنا الخبر على المعاناه ديال هاد السيده. قالت لي الزوجه ديالي جيت شفت السيده، ما نكذبش عليك الطعام ما كلتوش، السيده العنق ديالها تيدوز محفور ليها. راه كون كان يمكن نحيد لكم البونسمون وتشوف واش كاين، راه تقريبا 3 مليمتر دو بروفوندور اللي عندها هنا في عنقها وفي راسها. راه لابو ديال راسها طيبه بكثره الانفلاماسيون، والمده اللي بقات عندها ديك الانفلاماسيون في راسها. راه الجلد ديالها طيبه، ما كتقدش مسكينه تحط راسها فوق المخده. راه داكشي اش قالت لك، ما كنعش كتبقى باركه هكا حيت البوزيسيون باش تنعس ما كتقدرش بكثره الالم والمعاناه باش كتعاني هاد السيده. المهم اللي مرضات خواتها تساقوا الخبر جات عندهم هنا. خواتها تاتا هما الظروف ديالهم الله اللي تيعلم بها، ما في حالهمش ما في حالهمش لاقصى درجه. دابا راه اختها تطلب ماديتها، تطلب الناس، كتطلب الناس باش يكونتيزيو معاها ويعاونوها ويجمعوا لها الفلوس. اختها ما في حالهاش، اختها حتى هي عندها مسؤوليه ديال وليداتها، ديال اختها الاخرى باركه معاها، ومع ذلك مسكينه تطلب في الناس. طرقات كاع الابواب، كيمشيو للسبيطار مساكن ما تيعرفوش، ما كيلقاوش اللي يوقف معاهم، كيمشيو للسبيطار تيرجعوهم، كيمشاو كيجيو. في نظري انا والمعرفه اللي عارف انا، هذه كتسال الحق للمجتمع ولجميع الفعاليات المدنيه ولجميع المسؤولين وجميع الوزارات وجميع البرلمانيين اللي تقلدوا مناصب وكيقولوا حنا غنتحملوا مسؤوليه الشعب وغندويو باسم الشعب. ما كيديروا حتى شي حاجه، هذا ميساج تنوجهوا لكم، ما كديروا حتى شي حاجه. وها هو الدليل، ها هي سيده احترامي ما عندهاش.